رجاء سؤال نبي فيه إجابة واضحة وصريحة زي ما اتفقنا. رواتب أعضاء المؤتمر الوطني كم؟ حاضر حاضر يا أخي. شوف هو لغاية الآن ما فيش حاجة رسمية مكتوبة كتابية جتنا وحددت لنا بالضبط كل واحد قداش راتبه. صارت ضجة بداية شغل المؤتمر الوطني اللي باين أن بعض الأعضاء تكلموا على رواتب وصارت ضجة في الشارع الليبي كبيرة. أي. قالوا كيف يتكلموا على رواتبهم وكيف وكيف وكيف، وهذه قصة أنا أصلا مش حاضرها. المشكلة اللي داخل المؤتمر الوطني كنت خارج المؤتمر الوطني أنا ذاك، يعني مش معروف وين، ما كنتش داخل الجلسة مش حاضرها، ولكن صارت ضجة كبيرة على الموضوع هذا. تحديدا رسميا ولا جينا رسالة وقلنا راتبكم كذا مش موجودة، ولكن احنا ناقشنا لما نستلموا في راتب أو غيره. احنا سلمونا في البداية، احنا الآن لنا حوالي 7-8 أشهر. لما التحقنا في 8 نهاية 8 يعتبر احنا لما التحقنا بالمؤتمر الوطني واخدوا 10 أيام إجازة، احنا فالحين في الإجازات والتوقيف هذه هذه نهنكم عليها يعني. تمام. باش الطول المدة دعنا تقعد 100 سنة. اهي خديوا إجازة، بدينا في شهر 9 مش عارف أنت ما متعودين بالفاتح، حتى هو باهي أول فاتح إيه. يلا مش المهم مش. علي اتحال بدينا شهر 9 و10 و11 و12. في أنا ذاك البداية سلموا 30,000 دينار مرتبات، لا أعطوه صك لكل عضو 30,000 دينار. 30,000 إيه. لحظة بس معي خليك خطوة خطوة. 30,000 هذه في البداية، هذه الحيلة الأولى. إيه بس أنت سألتني يعني حنجاوبك بشفافية كاملة. أي أرجوك باهي. كل 30,000 هذه في صك لونه أحمر وأبيض اللي هو صكوك المصرف المركزي. باهي وكل حد باسمه. كون أن بعض الأعضاء ما استلموش أو استلموا شكل هدايا كسلفة على الراتب يقطع من الراتب. باهي. على أساس أن أعضاء من بلديات خارج طرابلس بعيدة جدا ومتوسطة في المسافة وغيرها باش يقدر يخلص منهم إيجار لمدة كم شهر. أي. ومصاريف القش احنا نسموه الأتات هذا والمش عارف ومش بح. عارف في أعضاء طبعا يسكنوا هنا في المناطق هذه بما فيهم العبد لله هذول، مع أننا 30,000 خديناهم طول باهي. 30 انا طبعا خليني على روحي، انا قلت لك سلف فيه من الجمعيه موجوده وحتصلوا بها الان وحتاكدوا من المبالغ وين مشت وكيف صرفت. بعد 30,000 سلمونا صكوك فيها اللي 11,000 فيها اللي 12 فيها اللي 9.5. بعدين سلمونا صك ثاني لقيمه سياره. هذا كل شهر ولا لا كيف؟ لا, لا 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 كل شهر. ايه في 11.5 10. حنجيك انا بالتفاصيل اللي سالتني حنقول لك الحقيقه. من شهر 8 أو من 9 لغاية شهر 12 المبلغ اللي استلمته حوالي 119,000 أو 118,000 دينار رسمي. من شهر غرز ايه؟ من شهر كم؟ من شهر 8 ايه من شهر 8 لغاية شهر 12 100 حوالي 118,000 117-119 في الحدود هذه. باهي نقوله 118 باهي. أنا على أي حال حنستدل بالجمعية الخيرية اللي مؤسسها، لا حنستدل باسم غشو شخص معروف ايه وحيبلغك عن المبلغ هذا بالكامل اللي استلمه مني. وخليني اني ضفت عليه ما ضفتش عليه، هذه قصه اخرى، ولكن هذا لغايه شهر 12. ما زال شهر يناير وفبراير ومارس وابريل وابريل هذا ما مشيتش خديت فلوس، ما مشيتش موجودات 4 شهور هما موجودات، مانيش عارف القيمه الموجوده قداش، لكن هذوكايا كانوا حوالي 118,000 فيهم 45,000 دينار نتاع السياره. هذه عندك من 118 ايه عندك 30 وال45 هذو 75 ولا ايه زيد مع ال118 الباقي يعني 25 وحوالي 38,000 تنيات. 38,000 هذو مرتبات. ما هو تو احنا ما نعرفوش، ما يعني ما هي غامضه الامور باهي غامضه يعني خذوا وخلاص مش محسوب. ما نعرفش غامضه، المفروض يوضحونا هذه تاع شنو. لكن لو نقولوا 38 نقسموهم على 4 شهور داروا 45,000 دينار للسياره. وعلى اساس باي استلمتوا 45,000 للسيارات حقيقه، حتى هي صك احمر لونه احمر وابيض ومصرف مركزي وبامانه الله سبحانه وتعالى وباليمين اللي قسمناه والله اللي استلمته وخديت الصك هذا وصك 30 والصكوك الباقي وحوالي مبلغ يعني بالامانه ما بين ال 16,117,000 لل 119 هذول مع بعضهم لغايه نهايه شهر 12 بدايه يناير مشيت استلمته. على اساس هذه مخلصات لشهر 12 فيهم 45,000 دينار. انا ما نعرفش ال 45,000 هل بيقصوها من الرواتب ولا لا. 30,000 هذيك عن علم انه بيقصوها من الرواتب. هم مدارين الراتب كالاتي، سالنا احنا وسالنا اعضاء معنا في اللجنه القانونيه وغيره وغيره وغيره. قالوا راتب حدود ال 10.5 او 11,000 دينار. 10.5
10,500 لل 11,000 كراتب مش 6,000؟ لا 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 لا, لا ما نقول لك انا كيف 6,000. اذا كان من اللي قالك 6,000 انت عضو مؤتمر باهي كويس, انا مع احترامي للعضو هذا او غيره اللي يقول لك 6,000 عنده حق مرات 6,000 لان هو مقسم مرات. ارجوك ما تبررش. اي ما بفهمك اصبر علي. انا راهو ما تفكرش حتاخذ مني الصراحه وحتاخذ كلام الحقيقي. ال 6,000 هذونا هو مقسم مرات صحيح, قد يكون 6,000 او 7,000 هذا راتب اساسي وفي 4,000 من يريدهم للسكن سواء يسكن هنا او يسكن برا مع بعضهم ياخذوا في المبلغ. ما عدا واحد ما ياخذش عليه في سكن السيد المقرف لانه ساكن في القصور الداخل تاعت الرئاسه, فطبعا ما ياخذش. قال حسبي واحده من الحلقات قال انا ما ياخذش في قيمه السكن وقيمه السياره حتى قال عندي سيارات الدوله قالها في حلقه يعني. ممكن في بعض الاعضاء ما ياخذوش في رواتب نهائيه. ممكن لا ممكن اللي ما ياخذش يقدر يطلع في مؤتمر صحفي ويقول انا ما ناخذش لان في واحد من الاعضاء قال انا بيني وبينكم ثلاثه صناديق ميه شرب مش عارف قداش مره شارب شيشه ميه ولا واحده قال ثلاثه صناديق ميه اللي بينكم لا واخذ راتب لا شيء. لكن سامحني 4,000 دينار تقريبا علاوه السكن و 6,000 وقالوا 1,000 ولا شنو اتصالات ومواصلات. المهم 11,500 والا 10,500 او 11,000 هذا كلام بالامانه هذا سمعناه من عدة أعضاء. هذا راتب قالوا عليه بعض القانونيين سألناهم وقاعدين ما وصلوش لغاية الآن في تحديد الراتب الحقاني قداش, ولكن هو لا يقل عن 10,500 ولكن يقسم 6,000 للمرتب مرتب وحوالي 4,000 أو 3,500 للسكن 4,000 وفي 1,500 قالوا اتصال يعني 4,000 شهريا للسكن. إيه للسكن وش أنت بيسكن براكة وبيمشي يكري لا طبعا ولا لا طبعا كيف إيه. كيف شكرا استاذ مجيد خلينا معلش سمح لي الوقت لا ما هو لازم نروح الفصل اسمح لي عندي تعليق في العمليه هذه قبل تخش الفصل. اي تفضل. انا ما اعترض على حاجه مش كوني اني نسلم في رواتبي ولا غيره أي. او بنقول الاعضاء سلموا الاعضاء في اللي حالته يعني موظف وغيره ومحتاج لكل مليم في هذه وعنده السكن مكلف وغيره. لكن في نقطه بنقول لك كان الاحرى بنا ان لا نقبل مليم من المبالغ هذه ولو ان حتى ظروف السكن وغيره قبل ان نعدل رواتب الشعب الليبي. الله يفتح عليك هذا نقوله ولكن إيه الحمد لله بيني وبين الشعب الرواتب وين واصله وين سلم فيها الله يسامحهم ويسامحني ان شاء الله ان شاء الله. يلا مشاهد